كل التحية لكل مشاهدينا مشاهدي ومتابعي شاشة قناة النادي الأهلي في كل مكان. جروب خيالة الأهلي وهو جروب من الجروبات المؤثرة لجمهور النادي الأهلي هنا في قطر في الدوحة، عاملين تابلو فني جميل يعني مع النادي الأهلي منذ قدوم الأهلي هنا إلى الدوحة. في كل وقت مع النادي الأهلي مؤازرة ومساندة. خلينا نستطلع آرائهم ونرحب بيهم في على شاشة قناة النادي الأهلي. خليني في البداية أرحب بحضرتك على شاشة قناة النادي الأهلي، وكلمنا عن جروب خيالة الأهلي و بقى له كام سنه متاسس، ويعني ماشيين خلاص في اطار ان يتم اعتماده رسمي في الشرق الاوسط ان شاء الله. الجروب متاسس سنه 2021، عملناه في الكورونا. جينا نستقبل النادي الاهلي، ما كانش عندنا اي وسيله ثانيه للاستقبال غير ان احنا نعمل رايد نستقبل بيه النادي الاهلي، وطلعنا برايد من هنا. كنا تقريبا 8 بايكات بالظبط طلعنا بيه، وعملنا رايد الحمد لله كان جميل قوي، ويعني دعمنا اللعيبه شويه لان ما كانش فيه في الاستادات وكده، والحمد لله الحمد لله جابت نتيجه الحمد لله في 2021. عندنا مباراه صعبه جدا امام باتشوكا، شايف المباراه ازاي وتوقعاتك للمباراه؟ صعب على الاهلي، مفيش صعب على الاهلي، احنا الحمد لله قدها وهنكسب ان شاء الله. والموعد يوم 18 ان شاء الله مع ريال مدريد، لازم طبعا. باتشوكا فريق جميل وسريع جدا وبيلعبوا كوره قويه، بس احنا الاهلي برضه، احنا الاهلي، محدش يقدر لنا. بشكر حضرتك، عايز اروح لحضرتك، شايف المباراه ازاي؟ يعني مواجهه فريق باتشوكا حلم قبل مواجهه ريال مدريد، اعتقد كل جماهير النادي الاهلي حلمها مواجهه ريال مدريد في المباراه النهائيه، شايف مباراه باتشوكا ازاي؟ والله اعتقد مش هتبقى مباراه سهله يعني، بس ان شاء الله الاهلي زي ما هو معودنا دايما يعني. متعودين منه دايما بيفاجئنا، حتى ان شاء الله في اللحظه الاخيره بيفرحنا كلنا، دي اجمل حاجه في الاهلي بصراحه يعني. توقعاتك لنتيجه المباراه؟ 2-1 2-1 ان شاء الله ان شاء الله. عايز اسال حضرتك، الاجواء هنا في الدوحه في قطر ممتعه يعني، كل الامور ميسره باذن الله للنادي الاهلي، شايف المباراه ازاي وتحب تقول ايه لعيبه النادي الاهلي وتوقعاتك للمباراه؟ والله انا شايف ان شاء الله المباراه هتكون متوازنه ما بين الفريقين، ونحب نقول للاعيبه النادي الاهلي احنا وراكم وفي ظهركم فين ما تكونوا، وتوقعات ان شاء الله هيكون في تعادل وفي اشواط اضافيه، وان شاء الله نكسب في الشوط الاشواط الاضافيه باذن الله. هو قال هنلعب وقت اضافي، احنا عايزين ننجز بدري مش عايزين نروح لاشواط اضافيه. شايف المباراه ازاي وتوقعاتك للمباراه؟ ان شاء الله في قضيه لقفشه ثاني ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله نكسب 2-1 باذن الله. الجو العام هنا في قطر يعني، هو قال انه نقطه مهمه جدا، قال لك احنا ورا الاهلي وين ما يروح، اعتقد يعني جمهور النادي الاهلي عامل حاله جميله هنا في الدوحه. احنا الحمد لله من 2021 اول كانت في ايام الكورونا كان الوضع هنا صعب شويه في ان احنا نروح الاستاد وكده، الحمد لله يعني تحدينا كل حاجه ورحنا وكنا بنشجع الفريق، الحمد لله هم رفعوا راسنا الحمد لله. يا رب باذن الله. توقعاتك للمباراه، شايف المباراه ازاي؟ مين اللي يكون كلمه السر في هذه المباراه؟ اولا تحيه لقناه النادي الاهلي وتحيه لجمهور الاهلي في كل مكان، وباذن الله باذن الله ان شاء الله 2-0 باذن الله، وان شاء الله ما فيش اشواط اضافيه ولا حاجه، الاهلي قدها وقدود، واحنا واثقين كل الثقه في لعيبتنا وجمهورنا، واحنا وراهم في كل مكان، في كل مكان ان شاء الله وراهم، دعمنا ليهم ودفعه قويه احنا وراهم في كل مكان، وباذن الله باذن الله ان شاء الله الاهلي في النهايه مع ريال باذن الله يوم 18. اهلا بحضراتكم من جديد، وزي ما انتم سمعتوا وشفتوا يعني كلام جمهور النادي الاهلي، تفاؤل ان شاء الله باذن الله يكون في مكسب باذن الله في مباراه باتشوكا المكسيكي على كاس التحدي. الجماهير متفائله واحنا متفائلين والكل بيشتغل، لكن باذن الله ان شاء الله بكره التوفيق يكون موجود مع النادي الاهلي، كل اكيد بيشتغل وكل بيجتهد، لكن التوفيق عنصر مهم جدا. زي ما اقول بحضراتكم ان التغطيه الخاصه هنا من قلب العاصمه القطريه الدوحه تغطيه مختلفه واستثنائيه، معانا فقرات مختلفة، البداية باللجنة المنظمة المحلية، ثم رؤية فنية من محلل لبناني عن النادي الأهلي ومباراته أمام باتشوكا المكسيكي، ولكن الفقرة الحوارية دلوقتي الثالثة في هذه التغطية الخاصة هتكون من قلب الثالثة شمال، إزاي؟ محتاجين نعرف إزاي رابطة مشجعي الأهلي في الدوحة بتحضر لهذا اللقاء؟ إزاي جماهير النادي الأهلي هتصنع الحدث بكرة على ملعب 974؟ جماهير الأهلي بتعمل مسيرات النهاردة في كل شوارع الدوحة تحضيرا لمباراة بكرة، الدخلات، التيفو، التذاكر،
كل ده بالتأكيد هنسمعه النهاردة في هذا اللقاء الخاص والحصري مع المستشار حسام أبو العلا رئيس رابطة مشجعي الأهلي في الدوحة، واللي بالتأكيد عاملين مجهود جبار في التواصل مع الفيفا واللجنة المنظمة، وأيضا شغل متميز جدا حتى مع إدارة النادي الأهلي. معالي المستشار، أنا سعيد بوجودك معنا النهاردة، نورت الدنيا، وأكيد عايزين نسمع منك بقى كل الجديد والتحضيرات بكرة، وتطمني على العنصر رقم واحد ورد بكرة جمهور الأهلي. طبعا. أهلا بيك. يا أهلا وسهلا بيك محمد، وأهلا بقناة بيتنا الكبير، وأهلا بالنادي الأهلي في الدوحة. طبعا احنا دايما بنقول ان النادي الاهلي هو موجود في الدوحه، ده عيد بالنسبه لكل الاهلاويه وكل المصريين في قطر. اكيد احتفالاتنا او مش احتفالاتنا، استعداداتنا بدات من بعد مباراه العين مباشره. المسيرات والتجهيزات والتحضيرات بدات من بدري قوي لرغبتنا وشغفنا بوجود النادي الاهلي، لانه بغض النظر عن جمهور الاهلي اللاعب رقم واحد عندنا احنا، اللجنه المنظمه والفيفا وكل الجهات المنظمه لاي فعاليه كبيره بيراهنوا على وجود النادي الاهلي وعلى جمهور النادي الاهلي في نجاح البطوله، فده بيدينا حماس كبير جدا ان احنا نكون على قدر المسؤوليه. وكمان عايز اقول انه النادي الاهلي وش الدوحه عليه حلو، لانه الدوحه كانت متسببه لنا او كانت السبب في حصولنا على انجازات كبيره جدا، منها برونزيه كاس العالم واثنين سوبر افريقيا، فعندنا تفاؤل كبير جدا. بضم صوتي لصوتك، عندنا حاله تفاؤل، ولكن تفاؤل حذر، لانه فريق باتشوكا مش فريق سهل. مش فريق سهل؟ لا طبعا، طبعا مش فريق سهل. طيب حضرتوا زي الماتش والاجتماعات مع اللجنه المنظمه، وفكره بقى الدخلات والتيفو والتذاكر، كواليس بقى مع المستشار. الكواليس كتير جدا والتفاصيل كتيره جدا. احنا بدانا مع اللجنه المنظمه من قبل مباراه العين، ويمكن تستغرب لما اقول لك من قبل مباراه العين، وده كانت مفاجاه بالنسبه لي انا كمان، انه اللجنه المنظمه للبطوله تتواصل مع جماهير النادي الاهلي قبل ما تعرف الاهلي هيلعب ولا لا. ده من ضمن شغفهم وحبهم ورغبتهم ان النادي الاهلي يكون موجود، لانه الكل بيراهن على النادي الاهلي في نجاح البطوله. وبدانا نبدا نشتغل في موضوع التذاكر، موضوع البنرات، موضوع التجهيزات الخاصه بالمباراه، والجزء الثاني كان موضوع تسهيل استقبال جماهير الاهلي اللي جايه من كل مكان في العالم. يعني في عدد كبير جدا جاي من مصر، وعدد كبير جاي من دول الخليج، من امريكا، من كندا، من دول اوروبا، فكان عندنا كمان واجب الضيافه وحسن الضيافه للجماهير دي، انه نسهل لهم امور الاقامه والتاشيرات وخلافه. بالنسبه للتجهيزات طبعا احنا شغالين على قدم وساق، ويمكن انت اتشرفنا ان انت مريت على شرف ليا طبعا خليه النحل اللي كان شغاله امبارح. كل واحد بيشتغل وبيقوم بدوره. الحمد لله النهارده احنا ليله المباراه، اقدر اقول لك دلوقتي واطمن كل جمهور الاهلي في مصر وفي كل مكان في العالم ان احنا جاهزين لمباراه بكره. اللاعب رقم واحد جاهز للمباراه بكره ان شاء الله، وبامر الله هو ده بالاضافه للدوافع عند النادي الاهلي اللي موجوده، ده عنصر القوه الاساسي للنادي الاهلي بكره، هو جمهور النادي الاهلي، فجاهزين ومستعدين. مش هنتكلم في تفاصيل التيفو، ونخليها مفاجاه ان شاء الله في المباراه. طيب. بمناسبه الترند، في هاشتاج دلوقتي زي ما انتم شايفينه على شاشه قناه الاهلي، الاهلي والتحدي، يعني الاهلي التحدي، مباراه وكاس ان شاء الله باذن الله تكون يعني كاس جديده قاريه للنادي الاهلي. شاركوا في التفاعل مع هذا الهاشتاج، الهاشتاج ده باذن الله من النهارده لغايه بكره يكون ترند رقم واحد في مصر وفي الوطن العربي، الاهلي التحدي هاشتاج على شاشه قناه الاهلي. اعتقد محتاجين نشتغل على فكره التفاعل عشان الجماهير بكره تبقى رايحه. هاشتاج جميل جدا ومناسب للي احنا للحدث. بنعمله. يعني هو كاس التحدي، ولكن هو تحدي جديد للنادي الاهلي، لان الموضوع بالنسبه لنا دلوقتي مختلف عن كل بطوله. انت النهارده لو كسبنا ماتش بكره احنا كسبنا بطوله قاريه اكيد، ووصلنا لنهائي كاس العالم لاول مره، فهو تحدي بمعنى الكلمه. وان شاء الله اذا كسبنا التحدي هنكسب كاس التحدي. مستنيين اسئلتكم وتوقعاتكم لحد بكره على هذا الهاشتاج الاهلي التحدي، شاركوا زي ما شايفين الهاشتاج قدامنا على شاشه قناه الاهلي. اي اسئله، اي استفسارات، توقعاتكم للمباراه، شاركوا معانا باذن الله من خلال هذا الهاشتاج اللي موجود معانا على شاشه قناه الاهلي. طب معالي المستشار، بكره الثالثه شمال، الساعه الكامله باذن الله، تذاكر نفدت. طيب. انا بس عايز في معلومه لسه متاكده لي من الفيفا من ايوه، ادينا بقى الكواليس. بالظبط، احنا كان عندنا اجتماع النهارده العصر علشان موضوع التذاكر تحويلها. طيب. كان في مشاكل شويه وكده في السيستم بتاع الفيفا، شويه في مشكله في موضوع التذاكر لانه العدد كبير جدا. ده حقيقي. بعد ما خلصنا المسؤول عن المنصه بتاعه التذاكر قالت لي انه التذاكر سولد اوت، و96% من اللي اشتروا مصريين. مصريين يعني اهلاويه. اهلاويه. فانا بطمن جمهور الاهلي ان شاء الله بامر الله ان بكره ال 974 اهلاوي بامتياز. بكره اللون الاحمر هيكون طاغي على استاد الحاويات، استاد 974. بالظبط بالظبط. ان شاء الله بامر الله.
وبالنسبه للثالثه شمال احنا الملعب كله بكره ثالثه شمال. الكوتا بتاعت الرابطه جت في الثالثه يمين لانه احنا التيم بي. فالثالثه يمين وكل مدرجات الملعب هتكون ثالثه شمال بكره ان شاء الله باذن الله. باذن الله. طيب التواصل مع النادي الاهلي، والنادي الاهلي يمكن عمل دور كبير جدا حتى مع رابطه المشجعين، وكان في تواصل لدرجه ان احنا مش بنشتغل على الماتش بس، لا ده كمان في تسويق للعضويات من خلال جماهير الاهلي الموجوده في الوطن العربي. بدايه التواصل كان بدات عشان المباراه وكان في تعاون كبير جدا طبعا. كان بدايه التواصل كانت مع الدكتور سعد شلبي والمهندس خالد مرتجي، ومشكورين وجهوني للناس المختصه وبدعم كبير جدا وتواصل تقريبا يومي من اول ما تواصلنا معاهم لغايه دلوقتي، لدرجه ان انا نزلت مصر مخصوص عشان عملنا اجتماع في النادي وسهلنا كل الاجراءات المطلوبه لجماهير النادي الاهلي في قطر. وطبعا بشكر مجلس اداره النادي على ده، ولكن بدر اللي زينينا فرصه احنا من حقنا نكون جزء من اكيد جزء من عائله الاهلي اكيد. وده كان طلب لكثير من جماهير الاهلي مش بس في قطر، في دول الخليج، ولكن لظروف اقامتنا كان موضوع بالنسبه لنا صعب. ياما بنروح اجازه بنبقى مرتبطين بزيارات او بحاجات معينه ما بيبقاش عندنا وقت ان احنا نكمل الاوراق ونعمل الكلام ده كله. فطرحت الموضوع وقبل بترحاب كبير جدا، وقدمت طلب رسمي لمجلس اداره النادي الاهلي، والحمد لله مجلس اداره النادي الاهلي وافق مشكورا. يعني تقريبا تاني يوم قدمت الكتاب وافقوا، وخلال اربع ايام خمس ايام جهزنا كل حاجه مطلوبه للبعثه، وجات البعثه قبل بعثه الفريق باربع خمس ايام. واللي انا اتفاجئت منه نسبه الاقبال على العضويات كانت كبيره جدا، مش بس من قطر، من دول الخليج. لان في تارجت، انا عارف الامور التسويقيه والامور الماركتنج دي مهمه جدا، تارجت اتحط كده مثلا من اول خمس ايام او اول اربع ايام، اتحقق من اول يوم؟ هو كان في تارجت للمده كلها، المده كلها اتحقق في ثلاث ايام. اتحقق في ثلاث ايام؟ ايوه. يعني اتحط تارجت لغايه مثلا يوم 19 ديسمبر اتحقق. كانت المرحله الاولى كانت 14 ديسمبر. بعدين احنا مددنا مع اداره النادي، مددت ل 19 ديسمبر. التارجت اتحقق في اول ثلاث ايام، في اول 72 ساعه بالظبط. وده يقول لك يعني ايه النادي الاهلي اكيد، واللي بنقوله احنا دايما. دي الشعبيه يا جماعه. صحيح. ما هي الشعبيه بتترجم من خلال ايه؟ من خلال ارقام بالظبط. وده انا شفته بنفسي، ودايما انا بقولها سلوجان ما يليق بالاهلي وجمهوره لا يليق بغيرهم. صحيح. وده اللي حصل، وده اللي انا شفته بعيني. حاله الشغف في اول يوم محمد في لما فتحنا العضويات كانت جميله جدا، كنت حاسس فعلا بالفخر ان انا اهلاوي. الحمد لله. الحمد لله. كان في تواصل مع الفيفا عشان موضوع التذاكر برضه. أيوة. الاتحاد الدولي سهل الاجراءات بالنسبه للرابطه. طيب هو بصراحه، ودي نقطه انا عايز اتكلم فيها كويسه جدا، احنا طلبنا التذاكر الكوتا بتاعه النادي وبتاعه الرابطه من زمان قوي من خلال النادي، ولكن الفيفا تعمدت تاخير التذاكر علشان مباراه يتعرف الطرف الثاني اللي هيواجه الاهلي. بالظبط. بوتشوكا ولا بوتافوجو؟ حاولنا بقدر الامكان يا جماعه، الجاليه المقيمه المكسيكيه والبرازيليه مش عددها كبير، فاسمحوا شويه لجماهير الاهلي في الاخر، زنقونا في اخر يومين، فكان احنا بالنسبه لنا عنده توتر كبير جدا، لازم الناس تاخد تذاكرها ونبدا نجهز ونعرف مين هيدخل ومين مش هيدخل. بالظبط. فتوجهت للجنه المنظمه المحليه المنظمه البطوله، وتحديدا لضيفك السابق الاستاذ حسن بن ربيع الكواري، وبمجهوده ومجهود كل اللجنه المنظمه بصراحه عملوا لنا تخصيص ل 500 تذكره استلمناهم امبارح ووزعناهم على كل الجماهير، والحمد لله وانا بكلمك النهارده في اللحظه دي كل تذاكر الرابطه استلمناها اللي هي تخصصت للنادي الاهلي استلمناها من النادي ووزعناها على كل جماهير النادي الاهلي. الجماهير استلمت؟ كل الجماهير استلمت. طيب انا طبعا مش هحرق الدخله ولا التيف ولا الكلام ده، بس انتوا بكره عاملين كرنفال في ثالثه شمال ان شاء الله في الملعب كله. في الملعب كله، يعني حتى لو في جماهير موجوده من الثالثه يمين والملعب بالكامل في تنسيق لفكره طبعا الاستاد كله. حتى في تنسيق في بلوكات الاستاد من الثالثه شمال في أكيد. الدرجه الاولى، الدرجه الثانيه، والثالثه يمين، بحيث ان كلنا نكون رجل واحد والملعب كله يكون ثالثه شمال. والملعب كله يكون ثالثه شمال ان شاء الله. وحتى الموضوع مش زي اي مباراه ترومبيطه هتدخل ولا درامز، لا، في سيمفونيه كامله موجوده بناس متخصصه وناس جميله جدا جات لنا من كل مكان في العالم، من مصر، من امريكا، من امريكا. وكل واحد متخصص في حاجه بيقدم فيها، حاله انكار ذات مش طبيعيه. هو ده الاهلي، هو ده جمهور الاهلي. كابتن حسن ربيع الكواري اتكلم عن دور اللجنه المنظمه والرابطه وقال كان في تنسيق على اعلى مستوى. صحيح. كل الاجراءات وكل الترتيبات تمت الموافقه عليها، الامور من الكواليس كده، في تفاصيل اكيد الناس ما تعرفهاش. طبعا. لو تحب تقولها. هو طبعا دي بطوله فيفا اكيد، فالاشتراطات والموافقات والقرارات كلها اتحاد دولي اكيد. فحتى البورتال اللي احنا شغالين عليه بورتال اتحاد دولي،
ولكن برغم كده اللجنه المحليه المنظمه كان كل طلب اقدمه يعملوا فولو اب عليه، اذا اترفض يقول لي الرفض السبب ايه عشان نقدر نعدل ونقدم. لكن النهارده في اللحظه اللي انا بكلمك فيها كل حاجتنا اتوافق عليها، فان شاء الله بامر الله نروح بكره جاهزين تماما، وان شاء الله نشرف النادي الاهلي. البروفات اتعملت؟ اه جاهزه؟ جاهزه. هنشوف بكره يعني ان شاء الله بامر الله ان شاء الله. انت شوف احنا بنعمل بروفا كل يوم كل يوم كل يوم، يعني حتى لو في البيت لو ما قدرناش نعمل مسيره في اي مكان في الدوحه، او ما عملناش تدريب مثلا في نادي قطر. ده امبارح كانوا عند المسرح الروماني في كتاره واحنا كنا موجودين في البيت. شفت العدد اللي كان موجود في البيت عند في حاجه في نفس الوقت كان يعني. ناس في كتاره وكان في ناس هنا في سوق واقف. فدي حاله الاهلي عملها في الدوحه. احنا هنا في بدايه سوق واقف صح؟ ده البدايه دي البدايه. دي البدايه طبعا، لسه سوق واقف قدام لسه كبير يعني. معلم تاريخي بصراحه يعني جميل جدا، وبوجود الاهلي وجماهير الاهلي الحدث يعني ممتع ممتع كتير جدا. مع المستشار حبيبي انا سعيد جدا بوجودك. انا اللي اسعد والله، وانتوا عملتوا حاله كبيره جدا، سواء كان الاعلام الاهلي واعلام قناه الاهلي او النادي الاهلي في وجوده وفي حد ذاته هنا بالنسبه لنا حياه، وده من ضمن البرامج الموجوده بكره الاهلي حياه. الاهلي دايما بيجمعنا الحمد لله رب العالمين. مع المشرف حسام ابو العيله رئيس رابطه مشجعي الاهلي في الدوحه، انا بشكرك شكرا جزيلا، وباذن الله بكره نسعد كلنا في ملعب 9 صباحا ان شاء الله يا رب. اشكرك محمد واشكر كل مشاهدي النادي الاهلي ان شاء الله باذن الله خير. بشكر حضراتكم بالتاكيد على هذه الفقره اللي كان فيها تفاصيل مهمه جدا بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، ولكن معادنا دلوقتي مع الفقره الاخيره وفقره الصحافه. النقاد الرياضيين كيف يتابعون ويرصدون هذا الحدث الاستثنائي الخاص بالنادي الاهلي؟ بعد الفاصل الناقد الرياضي شعله النشاط الزميل العزيز محمد الجزار في فقرة مهمة جدا عشان نتكلم على الإعلام الرياضي والنقاد الرياضيين هنا في الدوحة كيف يرصدون وكيف يتابعون تواجد الأهلي في هذا المحفل العالمي مع وجود ريال مدريد خلال 48 ساعة في العاصمة القطرية الدوحة. فاصل ثم نواصل.